أكد وزير الخارجية رياض ياسين في تصريح خاص لقناة سهيل إن عددا من القنصليات العربية والأجنبية ستبدأ قريبا عملها في عدن. وقال ياسين في تصريح من مكتبه بمقر ديوان وزارة الخارجية الذي افتتح مؤخرا في عدن إن عددا من الدبلوماسيين سيزورون عدن في الأيام القادمة للاطلاع على الأوضاع فيها، داعيا الجميع لمساندة الحكومة في تثبيت الأمن وتطبيع الأوضاع. اليوم يبدأ أول يوم دوام وعمل في ديوان وزارة الخارجية المؤقت في مدينة عدن، والحمد لله تم الاجتماع في الأخوة الموظفين والذي يسجلها لبدء عملية تأسيس والتنظيم في هذا الديوان. أوجه طبعا شكري لكل العاملين للإخوة المواطنين، وأتمنى من لديهم بعض القلق في تواجد وزارة الخارجية في هذه المنطقة أن لا يقلقوا كثيرا، لأنه لا بد من مواجهة بعض الصعاب، مواجهة بعض التحديات، ونحن سنكون أكثر حرص على استثبات الأمن والاستقرار بالتأكيد، ولا نريد إثارة أي شيء أو أي مشكلة لأي حد. نؤكد أن أي محاولة لإغلاق ديوان وزارة الخارجية في عدن لا تخدم إلا ميليشيات الحوثي المسلح، ولا تخدم إلا الأعداء، ولا تخدم إلا من لا يريدون الخير لعدن، ولو كانت بنيات طيبة. النيات الحسنة يجب أن تستخدمها عند من لديهم نيات طيبة، لكن محاولة إثارة بعض القلاقل والمشاكل حول ديوان وزارة الخارجية ومكانه لا تخدم إلا أعداء عدن وأعداء الجنوب وأعداء اليمن وأعداء الشرق. فأنا أتمنى من كثير من الناس أن يتفهموا أننا مضطرين لأن نكون في هذا المكان، وهذه مسألة تتطلب بعض الصبر والاحتمال والتعاون من الجنوب. هذا من جانب. الجانب الثاني، أعتقد نحن الآن مقدمون على خطوات قادمة في أن كثير من القنصليات ستبدأ في العودة إلى عدن. عدد من السفراء سيزورون فخامة الرئيس الدكتور منصور هادي، وذلك يتطلب وجود فاعل لوزارة الخارجية حتى يتم التنسيق والترتيب البروتوكولي لها.